معي عبر الهاتف سعادة النائب محمد المعرفي، عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. يعني هناك مراجعة شرعية وموائمة مذهبية قامت بها اللجنة الملكية من العلماء والقضاء، وهناك أيضا مراجعة قانونية وتشريعية. إلى أي مدى برأيك هذه اللجنة التي تشكلت بتوجيهات ملكية سامية في تحقيق المراجعة الشرعية والموائمة أيضا بين المذاهب، وإلى أي مدى ساعدت هذه اللجنة المجلس الموقر في تحقيق المراجعة القانونية والتشريعية التي قمتم بها خلال الأسبوع الماضي قبل الإقرار؟ شكرا أخي الكريم. أولا نهنئ جلالة الملك على هذا الإنجاز العظيم، ونهنئ الشعب البحريني تماسك وتلاحم مع بعض البعض. هذا القانون قانون موحد، 2017 قانون الأسرة. أمانة اللجنة الشرعية التي أسسها جلالة الملك لهي ركيزة أساسية لتحقيق ما جاء به جلالته من عهد بأن دستور مملكة البحرين ومرجعه هو الإسلام. يتميز القانون الجديد أنه ناقش أمانة موضوع هام للمجتمع البحريني. كل شرائح محققا بذلك وظيفة هامة من وظائف البرلمان بإصدار التشريعات التي تستجيب لحاجات المجتمع وأولوياته. بلا شك فإن صدور قانون الأسرة الموحد ثمرة جديدة من ثمرات البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، والذي ساند المجتمع بالعديد من التشريعات وكذلك مجهودات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة آهل البلاد المفدى في مناصرة قضايا المرأة والطفل والأسرة، والتي هي لبنة المجتمع وأساس البنيان المتوحد والمتماسك المجتمع مملكتنا الحبيبة. وفوق ذلك أخي الكريم، فإن قانون الأسرة الموحد ضمن معايير واعتبارات حقوقية ترتقي له إلى تشريعات الديمقراطيات العريقة، ومن ذلك تنظيم حق التقاضي لجميع. أنا أريد أن أسألك سعادة النائب، أعذرني على المقاطعة، عن هذه النقطة تحديدا. فضل. أهمية إقرار هذا القانون في تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وتحقيق معادلة المواطنة والعدالة في المواطنة وفق الأطر الشرعية، والآن بعد إقرار مجلسكم الموقر له بشكل قانوني وتشريعي أيضا، إلى أي مدى يساهم ذلك في خدمة المرأة والأسرة وبالتالي المجتمع بشكل عام؟ ما من شك أخي الكريم أن القانون صان حرية العقيدة أولا، بأن ضمن لكل فرد أو مذهب دين إجراءات قضائية خاصة، واتسع ليشمل المذهبين الكريمين، جانب من الشق السني والجانب الآخر الشق الجعفري. وأهم ما جاء في قانون الأسرة الموحد هو إعلاء فكرة المساواة، لا بارك الله فيك، بلا تمييز لأي فكر ديني أو قطاع مجتمعي. فدولة سيادة القانون يخضع فيها الكل نصوص القانون العام. ولعل يا أخي الكريم أهم ما ينتج عن صدور هذا القانون الجديد الموحد للأسرة بتجربته الفريدة أنه بلا شك نقطة انطلاق ولبنة هامة بإصدار المزيد مستقبلا للتشريعات التي تستهدف اللحمة الوطنية ووحدة المجتمع البحريني، وتعبر أمام العالم بأسره عما تحظى به حقوق الإنسان من رعاية في مملكة البحرين والتي يرعاها جلالته حفظه الله ورعاه. شكرا جزيلا لك سعادة النائب محمد المعرفي، عضو مجلس النواب.